كتقرا في لافاك وكتوجد باش دوز الامتحانات ديالك مزيان باش فاليدي بيان سور، ومن بعد ما كتجمع واحد العدد محدد ديال لي موديل كيمكن لك تحصل على شهاده ديبلوم، تقدر تكون دوغ ليسونس ماستر او حتى دكتوره. اي الوغ مزيان انك تكون موجز وحاصل على شهاده ليسونس مثلا، ولكن فاش حصلتي عليها؟ اين شعبه؟ وعلاش اختاريتي ديك الفيليغ بالضبط؟ واش عن قناعه ورغبه او انك درتي فحال صحابك والاغلبيه ديال الناس؟ الموضوع ديال اليوم نقدر نقول لك انه اهم من انك تفاليدي وتاخذ ديبلوم، حيت الديبلوم كلكم ان شاء الله غادي تاخذوه سواء في الزمن المحدد ديالو اللي تيكون فيه او زيد عليه شويه، المهم غادي تشدوه، ومن بعد غادي تبقى دير ليه فوتوكوبي وتمشي تصادق عليه في المقاطعه ليغاليزاسيون وتبدا حتى انت تدفع. باش نخدموها صاحبي، علاش حنا جايين تنقراو ونوجدو ونتقاتلو مع لي موديل؟ بون، مهمه هادي عندك خاصنا نهضروا عليها اليوم ان شاء الله. غادي نقول لكم فين تقدروا تخدموا بشهادات ليسونس ديالكم، وملي تساليو الفيديو ان شاء الله بغيت كل واحد فيكم يقول لنا شنو اختار مهنه المستقبل ديالو. على بركه الله. طون باش بغيتوني نبدا؟ واش اس ام بي سي اس في تي ولا الدروا والايكونومي؟ ما تقلقوش عليا اخوتي، كلشي فحال فحال، كلشي ديال الله كيف ما قال عادل الميلودي. غادي نبدا بهم كاملين مره واحده. كيفاش؟ غادي نهضر على الحاجه المشتركه بين هاد الشعب كاملين. بكاملين بكم ما خديتو الاجازه مثلا، يعني باك بلس 3 نظام جديد وباك بلس 4 نظام قديم، وبالتالي كتخول لك السلام 10 في الوظيفه العموميه. اللي تيشوف راسو انه يقدر يوقف عند السبوره ويقري يفكر يكون استاذ، سواء ابتدائي اعدادي او ثانوي. مهنه زوينه صراحه ومشرفه، يعني من بعد ما تحصل على الاجازه مباشره يمكن لك تدفع ليه، والامتحان ديال التعليم تيكون سهل غير هادشي اللي كتقراو دابا، يعني الاس 1 والاس 2. بالنسبه للناس الاس ام بي سي، سواء اللي غادي يكمل في الفيزيك او في الشيمي يمكن ليه يقري ماده الفيزياء والكيمياء او الرياضيات ايضا، كلكو سوا كوليج ولا ليسي. وبالنسبه للناس اس في تي فماده علوم الحياه والارض بيان سيو. وبالنسبه للدروا الفرنسي او ليكونومي يمكن لكم ترشحوا باش تقريوا اللغه الفرنسيه. اما فيما يخص الابتدائي فكلكم فحال فحال، اللي عطاو لكم تقريوها كيتسمى تدريس مزدوج. وبالنسبه للناس المهتمين بالامن بوليس اخي الهيبه وكذا دخل الحومه بنادم يبقى يشوف فيك، يمكن لك تدفع باك بلس 1 مفتش الشرطه يعني انسبكتور، او بالدوغ باك بلس 2 ضابط امن او ضابط شرطه، والليسونس باك بلس 3 يمكن لك تدفع العميد الشرطه. ولكن هذه الاخيره الناس ديال القانون والدروا هما اللي تيكون عندهم لا شونس اكبر. سي نورمال قريت القانون راك غادي تكون عارف ما لك وما عليك وشنو خاص يكون وشنو ما خاص يكون. كاين عاود ثاني الاداره العموميه وزاره العدل القياد، هادو ما تيكزيزيوش تيقول لك باك بلس 3 صافي عندك الاجازه حتى انت كترشح لهاد المناصب. كاين عاوتاني مباريات تيكونوا في لونسا لو سي بي لوينو لونيم، وهادو كاملين كيتسموا وظائف عموميه، يعني اي حاجه عندها علاقه بالدوله. المهم كل عام الوزاره كتعلن على عدد مناصب محدده في مختلف الميادين والمجالات، التعليم الامن الاداره، والعدد اللي كيطلبوه تيكون على حساب شحال الناس غادي تخرج داك العام، يعني تقاعد. وديما القاعده شي تيموت وشي كيتزاد، نفس المعادله. وغادي تبقاو تدخلوا المواقع الوظيفه العموميه في المغرب باش تبقاو تطلعوا على جميع هذه المعلومات. فوالا، وبالنسبه للقطاع الخاص فغادي نهضر عليه في الموضوع الجاي ان شاء الله، حيت الا زدتوا على هذا الشيء غادي نولي شادكم اكثر من 10 دقائق، وغادي تنساو على داك الشيء اللي قلتو في الاول ديال هذا الموضوع، حيت كثره الكلام تنسي اوله. وباش ما تملوش نيت دونك بقاو معنا على القرص وقولوا لي شنو عجبكم في الوظيفه العموميه، المهنه اللي تقدروا تزاولوها مستقبلا ان شاء الله. وبالنسبه الى ما عجبتك حتى شي وظيفه من هادو راه مازال القطاع الخاص ان شاء الله، او كمل قرايتك في لافاك. هكا فاش لافاك زوينه كتسمعوا ماستر ولا دكتوره كتبان لكم راه صعيبه، نو بغيتي انت تكمل تزيد تقرا واش غادي يحبسك شي واحد؟ غادي تدوز ليكزام دونترونس بيان سور، ولكن واش صعيب؟ نتوما راه دوزتو ما صعب، كتقراو في 6 ديال لي موديل وكل موديل الحجم ديالو قداش تبارك الله، راه ما ساهلاش تقرا في لافاك. دونك عطيو القيمة لراسكم وان شاء الله ملي غادي تاخذوا لي ديبلوم ديالكم كلكم غادي تخدموا، غير هو ماشي في نفس الوظيفة كل واش مكتب ليه الله، وكل واحد وعلى حساب المجهود اللي تيدير بيان سيو. وملي كتبغي تدوز او تدخل شي وظيفة عمومية فراه غادي يدوزوا لك امتحان كيف ما كدوز شي موديل باش تفاليدي. وهذيك الهضرة ديال راه تيدخلوا غير صحاب الكلا والبيستون، زعما هاد الناس كاملين اللي خدامين في الدولة ما نلقاوش فيهم شي ناس اللي كانوا فقراء وما عندهمش البيستون؟ فشنو المقصود بامتحان ولوج وظيفة عمومية؟ فهو عبارة عن مباراة لتقييم المعارف والكفايات للمترشح اللي باغي يخدم. فوالا،
كانوا عندك هاد المعارف والكفايات راك غادي تدخل انت الاول، واخا تكون وسط 1000 ديال المترشحين، حيت الاغلبيه شنو تيقول لهم راسهم اصحابهم وراه دافعين 1000 وباغين هما غير 10. ولكن ما كتشوفش انت الا قلت لك وراه هاد 1000 اللي دافعين يلاه منهم 10 ولا 20 اللي عندهم هاد الكفايات والمعارف. داكشي علاش قلت لكم في الاول كلكم غادي تاخذوا الدبلوم ان شاء الله، ولكن ماشي كلشي غادي تكونوا متميزين، هذه هي الحقيقه. وباش تكون متميز ومختلف على الاخرين خاصك تزيد تخدم اكثر. نتوما دابا راكم كتستثمروا في راسكم، نتوما مشروع ديال راسكم، دونك خدموا المشروع ديالكم مزيان باش ينجح لكم في الاخير. وما تنساوش المره الجايه نهضر لخوتي على القطاع الخاص، الشركات، لي زيزين وكل شعبه واش يمكن لك تخدم بها بالضبط. دونك ما نحرقوش كلشي اليوم، نمشيو ايطاب باغ ايطاب. اليوم عرفتوا لا فونكسيون بيبليك الوظيفه العموميه، المره الجايه تعرفوا لو سيكتور بريفي القطاع الخاص. فوالا سي تي توس بور سات فيديو اوجوردي، جيسبر كو فوز ابلي، سي يو نيكست تايم.